إذن رأينا تعريف المجاز والحقيقة، وقلنا بأن الحقيقة هي الكلام المستعمل فيما وضع له. حقيقة هي اللفظ أو الكلام المستعمل فيما وضع له في اللغة. أما المجاز هو الكلام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة. الآن سنرى بلاغة المجاز المرسل وبلاغة المجاز اللغوي. قبل ذلك نتطرق إلى معرفة المجاز اللغوي. ما هو المجاز اللغوي؟ أقرأ المثال الأول: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. معنى البيت يقول بأن هذا الشاب الصغير شيبته أحداث أو توالي الأيام، شيبه الزمن، وأن هذا الكبير أفناه الزمن. حينما أقرأ هذا التعبير وحينما أقف على هذا المعنى، أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، هل صحيح أن كر الغداة ومر العشي هما اللذان كان سببا في إشابة الصغير وإفناء الكبير؟ ثم ما العلاقة الموجودة بين هذا وذاك؟ إذا قلنا بأن صحيح المتعارف عليه في كلامنا الذي ألفناه، نقول بأن فلان أفناه الظهر، أن فلان شيبته الأيام، يعني لتراكمها عليه ولتواصلها عليه، فنقول قد شيبته الأيام، هذا هو المألوف. ولكن الحقيقة ليست كذلك، فالحقيقة تقول: من الذي شيب هذا الإنسان؟ من الذي أفنى هذا الكبير؟ طبعا هو خالق الزمن، هو الله سبحانه وتعالى. ولكن إلى من أسندنا الإشابة والإفناء؟ أسندنا الفعل الإفناء إلى كر الغداة ومر العشي. حينما أسند الفعل إلى غير فاعله نسمي هذا مجاز لغوي. إذن المجاز اللغوي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لوجود علاقة. هل هي المشابهة؟ طبعا لا، لوجود علاقة غير المشابهة. إذن قد تكون علاقة اشتراك، قد تكون علاقة مصاحبة. حينما نقول هنا ما العلاقة الموجودة بين هذا وذاك، نقول بأن الزمن الذي تراكم أو هذا الزمن الذي توالى على هذا الإنسان، فنظرا لهذا العامل يعني ألصقنا هذا المعنى بكر الغداة ومر العشي. ولكن نعلم بأن هناك علاقة. ما هي العلاقة؟ هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الزمن، ونظرا لما ألفناه في حديثنا أسندنا الفعل إلى الزمن. هذا هو تعريف باختصار مجاز اللغة، هو إسناد الفعل إلى غير فاعله. مثل ما تقول حينما تقول يعني دشن الرئيس قرية كذا، أو دشن الرئيس المعمل كذا، فهل هو الرئيس حقيقة هو الذي دشن؟ وإنما تكون معه هناك مجموعة التي ساهمت في تدشين هذا المصنع، ولكن أسندنا الفعل إلى الرئيس لأنه هو في حقيقة الأمر هو الذي أعطى الأوامر، وهو الذي كانت له فكرة الإنجاز. إذن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى اللغوي أو المجاز اللغوي. واحد مثال ثاني: له أياد علي سابغة وعد منها ولا أعددها. هنا الشاعر يمدح ممدوحه ويقول ويقر بأن له عليه أياد سابغة، معنى كثير العطاء، بأن هذا الإنسان الذي يمدح قد أسبغ عليه الممدوح بعطائه وكرمه وجوده، فيقول له أياد عليه السابغة. هل صحيح أن هذا الشخص الممدوح له أياد كثيرة؟ طبعا لا، له يدان. ولكن لماذا يقول هنا له أياد علي سابغة؟ نحن نعلم بأن اليد هي التي تعطي، هي التي تمنح، هي التي تهب، هي التي تعطي النعمة، تنعم وتجود وتكرم. فلذلك وجد الشاعر علاقة بين المعنى الحقيقي
والمعنى المجازي. فقال له آياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. إذن هل نقول بأن الشاعر هنا يتحدث عن المجاز اللغوي؟ هل أسند فعلا ما إلى غير فاعله؟ لا، وإنما جاء بكلمة آياد بحكم أنها هي مصدر العطاء والمنح والبذل. إذن نقول هنا هل هي علاقة مشابهة؟ لا، ليست هنا علاقة مشابهة. وما هي العلاقة؟ اتفقنا على أن كل مجاز له علاقة. إذن ما العلاقة هنا؟ هو ذكر اليد لأنها سبب البذل، فنقول أن هذا المجاز ليس بالمجاز اللغوي، وإنما هو مجاز مرسل. مجاز مرسل ما علاقته؟ العلاقة هنا ما دام قلنا الأيادي هي سبب المد، سبب الإعطاء، سبب البذل، فالعلاقة سببية، علاقة سببية. إذن له آياد علي سابغة، هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولكن هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. إذن هل هي علاقة المشابهة؟ لا، ليست علاقة المشابهة. إذن هل هو مجاز لغوي؟ طبعا لا، إذن هو مجاز مرسل، مرسل بمعنى غير مقيد، غير مقيد بالمشابهة، وإنما هو مجاز له علاقات منها العلاقة السببية. يقول تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. حينما أقرأ الآية الكريمة وأسأل نفسي ماذا انطلقنا من الحقيقة المجاز، هل هذا التعبير حقيقة؟ هل صحيح أن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء رزق؟ هل نرى الذهب والفضة والأموال تنزل من السماء؟ طبعا لا، ولكن ماذا نرى؟ نرى أمطارا، نرى غيثا نافعا. إذن هنا يقصد الأمطار، الأمطار أو الغيث الذي يتسبب في الرزق. الغيث اللي هو السبب، نلاحظ جيدا هذا الكلام وهذا الشرح حتى نقف على العلاقة التي يقصدها يعني أو التي نراها من خلال هذه الآية. الغيث سبب والرزق مسبب، ما ينتج عن السبب مسبب. إذن نحن حينما نرى المجاز مرسل نذكر العلاقة التي هي جلية واضحة أمامنا، مثل ما قلنا هنا الأيادي هي سبب النعمة، فقلنا العلاقة السببية، وهنا قلنا أن الرزق يقصد به الغيث المطر، فالمطر سبب الرزق. هل ذكر السبب؟ هل ذكر الغيث؟ لا، وإنما ذكر المسبب. فما العلاقة يا ترى هنا؟ إذن علاقة مسببية، العلاقة مسببية عكس الأولى، مسببية. يقول تعالى في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها. هل من المعقول أن نسأل قرية أو مدينة والتي هي عبارة عن بنايات وعمارات، هل من المعقول أن نسأل جدارا أحجارا؟ طبعا لا، نحن نسأل سكان هذه القرية، ولكن القرية ماذا تمثل؟ تمثل مكان يسكن فيه الناس. إذن ماذا ذكر المولى تبارك وتعالى في الآية؟ ذكر المكان، فهناك علاقة التي هي المكان تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. واسأل القرية، فالقرية هي مكان يسكنه الناس، فنقول هنا العلاقة مكانية، علاقة مكانية. المثال الموالي يقول الشاعر كم بعثنا الجيش جرارا كثيرا جحافا من الجيوش وأرسلنا العيون. بعث الجيش الكثير العدد وأرسلنا العيون. ما معنى العيون هنا؟ يعني المشكل هو موجود في كلمة العيون، مثل ما وجدنا في القرية. نحن لا نسأل القرية، نسأل السكان. لا ينزل من السماء الرزق، ينزل المطر. نحن لا نرسل العيون، الجوارح يعني. إذن ماذا يقصد؟ معنى الجواسيس، ها، الجواسيس الذين يستطلعون الأمر. وأرسلنا العيون،
هذا الجاسوس الذي سيرى ويتحسس ويتجسس ويستطلع الأمر بعينه. ولكن ماذا ذكر الشاعر هنا؟ هل ذكر الجاسوس كاملا؟ لا، وإنما ذكر جزءا من الجسد الذي هو العيون. إذن ما العلاقة التي تربط بين هذا المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ العلاقة جزئية، علاقة جزئية، عكس ما سنراه بعد قليل في المثال الذي يلي هذا.